من امبارح حتى انا جيت الساعه 8:30 الصبح منعوني برضو من الدخول. وقالوا لي لما يجي الساده المستشارين. يعني هي فين موجوده فين؟ طب هم مشفونا امبارح ليه؟ جوه في حوزه الشرطه وفي حوزه ال يعني ما حدش قرب منها طول الليل معاهم. هم بص هم مشوا الناس كلها امبارح، خرجوا الناس كلها امبارح الساعه 3 بالليل. الساعه 3 بالليل القاضي اعلن قال بالغاء الدايره، وبعد كده بيقول لا ده مش الغاء الدايره، ده انا قلت ارجاء الدايره. لا هو قال الغاء، هو قال الغاء بدليل ان الموظفين كلها الامناء مشوا. ده المستشار معتز، ها المستشار معتز اللي قال كده، انا مش عارف اسمه. طيب عشان برضه طيب هل الغاء وبعدين رجع الارجاء؟ ارجع ده النهارده اللي قال ان هو مساله الغاء دي ان هو معظم الموظفين اشغلوا جوه دلوقتي الصناديق لوحدها. الصناديق في حوزه الجيش والشرطه دلوقتي كما قيل ليا الصبح. مسؤول الفرد مش جوه، مفيش اي حد جوه؟ مفيش اي حد جوه خالص. طب حضرتكم مش عارفين الاعداد الكبيره اللي جايه دي؟ نعم ما عملوش احكام مع الاعداد الكبيره دي؟ والله احنا قاعدين بنتفاوض معاهم علشان بنقول احنا عايزين نحتوي المشكله قبل ما المشكله تكبر. ثلاث ساعات في المواصلات مش عارفين يأمنوا الشارع، نوصل من اللجنه لحد هنا. يعني مش الاتوبيسات اللي خدتنا اتحطينا في الاتوبيسات مع الاعضاء حضرتك بمنظر مش ادمي نهائي. مفيش طريقه مواصلات مناسبه، الشوارع كانت زحمه رهيبه من 7:30 لحتى 10:30 لغايه ما دخلنا هنا، مع ان المسافه ما تاخدش 10 دقائق. دي حاجه، دخلنا هنا جمهور لا احنا عارفين مين ده مرشح ولا وكيل ولا اهلي ولا اي حاجه. بدانا المستشار جه فكنا الشمع بتاع الصناديق، بدانا الفتح والفرز، فوجئنا برضو ان اللي على المنصه بيقول يا جماعه ما تفرزوش نقفل تاني. ايا كان بقى مستشار، حد من الجيش، القوات المسلحه الداخليه. انت شفته؟ لا هو معظمهم كان ملكي يعني تقريبا مستشاري من اللجنه العليا. من الفلوس قفلنا الصناديق تاني، وبعدين فوجئنا قال كملوا. فوجئنا كميه ناس حوالي، يعني انا مثلا على صندوق انا وزميل ليا مع مستشار. حضرتك زي ما انت شايف المنظر، لو انا بنبقى في زي ما انت المنظر ده من وكلاء. الساعه كام بالظبط اللي انتوا بتطلبوا؟ لما الموضوع هو غالبا اللي حصل ان الوكلاء لما شافوا بعينيهم بدا لما بنعمل عمليه الاحصاء الحزم اللي بنعملها، وشافوا برضو المرشحين مين والقوائم مين، بدا القلق يكتر والكلام يكتر، فالهرجله زادت اكتر لغايه ما قدرش يسيطر على الموقف. راح طلع قرار من اللجنه العليا، كان الساعه الكلام ده 3:30 لما طلع القرار دوت بتاع رئيس اللجنه العليا للانتخابات المسؤول هنا، قال لك الغاء الدايره الاولى في الخمس اقسام والناس تتفضل وعلى القوات المسلحه تستلم الصناديق. رحنا ندهنا للمستشار بتاعنا قلنا له هنقفل الصناديق، قفلنا وربطنا بالشاشه بتاعنا زي الشمع زي ما كان، وحطينا الورق والحاجه جوه الصناديق.